بالنسبة ليوم الاقتراع في تونس وبالطبيعة احنا لاحظنا حتى يومين الاقتراع اللي سبقوا في الخارج، أبرز الملاحظات تعلقت بمدى جاهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المخالفات أو التجاوزات اللي ارصدناها، واللي المرة هذه شفنا نزوز أنواع من التجاوزات أو المخالفات أغلبها قاموا بها إما مواطني أو ممثلي مترشح أو مترشحين. بالنسبة للمواطنين للأسف القاعدة بتاع العادة أنه المواطن كيف كمل عملية الانتخاب متاعه المفترض يخرج من مكتب الاقتراع من مركز الاقتراع ويشوف سبيله. المرة هذه شفنا بعض المواطنين اللي إما في صف الانتظار أمام مكتب الاقتراع أو في مكتب الاقتراع أو في مركز الاقتراع ما زالوا يقوموا بحملة انتخابية، وبطبيعة هذه فيه خرق للصمت الانتخابي ومخالفة. كيف كيف شفنا بعض ممثلي المترشحين اللي المفترض هما موجودين يكونوا في مكاتب الاقتراع انهم يقوموا باي اتصال باي مواطن، انهم فقط موجودين لملاحظه كيفيه صيروره العمليه الانتخابيه كيفاش قاعده تصير. للاسف مره اخرى البعض منهم قام بمحاوله توجيه الناخبين، محاوله التاثير عليهم بالتواصل معهم، بمحاوله التدخل في سير العمليه الانتخابيه، وهذا من الحالات كل رصدناهم وانشرناهم في التقارير الثلاثه اللي قمنا بهم يوم الاقتراع، بال يعني بالمدرسه الابتدائيه مركز الاقتراع اللي صارت فيه المخالفه، حتى رقم المترشح اللي مثلوه المترشحين هذوما. الملحوظه الاولى انه بالنسبه لممثلي المترشحين هما ثلاثه مترشحين، لكن الاغلبيه العظمى من ممثلي المترشحين هما المترشح عدد ثلاثه، شبه يعني حضور في كامل مراكز الاقتراع شفناهم، على الاقل لاحظناهم احنا موجودين وبكثافه وكانوا موجودين. البعض منهم يعني هم اللي قاموا بتلك المخالفات كما انشرناها، وثم زاد ممثل او مواطن بليتوب مواطن في جهه اخرى قام بخرق الصمت الانتخابي للمترشح عدد واحد. التقارير توجه مباشرة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يعني يوم الاقتراع دوب من كمل التقرير أول جهة يرسل إليها التقرير هو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم التاب زاد كيف كيف نبعثوا لها وننزلوا التقرير نتاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا بخلاف أنه عندنا احنا منسقين جهويين، في كل جهة عندنا منسق جهوي، وقت تبدأ ثم حادثة خطيرة أو جريمة انتخابية أو مخالفة انتخابية يقع التواصل مباشرة مع الهيئة الفرعية اللي موجودة في الجهة هذيك من أجل تبليغها بتلك المخالفة، ونتابعهم بعد كده شنو المصير متاع المعلومة اللي قدمناها، هل تم التدخل هل ما تمش التدخل، وإذا تم التدخل معناتها انتهى الأمر، إذا ما تمش التدخل بطبيعة نعاودوا في التقرير اللي بعده نفس الملحوظة ونفس يعني الشيء باش نخليوها هذيك ك يعني كتقرير على اللي صاير في العمليه الانتخابيه. اثرت برشا. شوف خلينا نبدا باول شيء، راه التمويل الاجنبي كما ذكرت ماهوش ممنوع. التمويل الاجنبي هو تمويل قانوني وموجود وعملنا به منذ سنوات. والمؤسف في الامر انه بالمقابل التمويل الاجنبي ما ثم حتى تمويل من الدولة التونسية لمثل هذه الأنشطة. ونادينا قدش من مرة أنه كما نخصوا ميزانية للمسار انتخابي أو أي مسار انتخابي تخصص ميزانية للجمعيات المهتمة بملاحظة العملية الانتخابية بصفة عامة. هذا كيف كيف ما صارش. لذا احنا كجمعية مجتمع مدني وخاصة مهتمين بالشأن الانتخابي نلقاو رواحنا كل مرة نحبوا نعملوا عملية ملاحظة وتكون ناجعة وتكون بالعدد اللازم من الملاحظين بكل ما يتطلبوا من عملية تكوين وعملية نقل وعملية جمع معلومات وعملية انتشار يوم الاقتراع وقبله أيام الحملة الانتخابية، وفرق أخرى تبع النزاع الانتخابي، وفرق أخرى تبع عملية تقديم الترشحات. فهذا العمل كله يلزم تمويل، وتمويل كبير. السنة وتقريبا عامين ثلاث سنين توقع من بداية الحملة والشيطنة متاع المجتمع المدني، والمؤسف في الحملة هذه انه يمس كامل المجتمع المدني بكل جمعياته. يعني مثلا مش تخصيص، اليوم انت اذا عندك جمعيات قائمه باخطاء او مخالفات او اي شيء يمس بالمرسوم اللي ينظم عمل الجمعيات مفترض تقدم. ثم عمليه رقابيه موجوده وهيئه كامله موجوده في رئاسه الحكومه تقوم بالرقابه نتاعها
تعدي للقضاء، وإذا إنسان أخطأ أو أخالف فالقضاء هو اللي يسلط عليه العقوبة اللازمة أو العقوبة المتماشية مع المخالفة اللي عمل عليها. احنا اليوم هذا ما حش قاعدين نشوفه فيه، مقابل ذلك نشوفه في شيطنة لكامل المجتمع المدني، والشيطنة هذه عملت نوع من الهرسلة، وأصبح حتى في ذهنية المواطن التونسي كلمة مجتمع مدني وكلمة جمعية من المجتمع المدني وكأنها أصبحت رديفة لعدم حيادية وارتباط بالخارج وارتباط بالتمويل الأجنبي، بينما حقيقة الأمور أبعد كل ما يكون عن ذلك. ثم نجم نقول لك مثلا بالنسبة لجمعية عتيد، وعلاش قلت لك أثرت برشا جمعية عتيد، على الأقل في الثلاثة مسارات الأخيرة، نحكي على انتخابات تشريعية ومحلية وانتخابات رئاسية، هذه ما تحصلنا حتى على تمويل أجنبي، ما تحصلنا على حتى تمويل أجنبي، واشتغلنا بالمتطوعين بالمنخرطين الجمعية وبالمتطوعين. نجم نقول لك أنه الحملة الأخيرة اللي صارت أثرت تأثير كبير، حتى المتطوعين اللي كنا في آخر انتخابات مثلا المحلية 670 متطوع، المرة هذه نزلنا ل 220، وبرشا من اللي معناتها تواصلنا معاهم وحاولنا باش يعني يجدوا معنا العهد ويخدموا معنا الانتخابات الرئاسية، البعض منها عبر على تخوف، البعض منه عبر على شبه مقاطعة لكل موجود، جزء آخر قال يا اخويا الأمور ماهيش باهية، بالرغم أنه جمعيتنا ما كانتش يعني مشمولة بأي نوع من الأقصاء، وتحصلنا على الاعتماد، ومعلوم اللي احنا تحصلنا على الاعتماد. فبالرغم من هذه الأجواء الكل، للأسف نلقاه برشا ناس تراجعت على هيك المدى التطوعي، وهذا نعتبره احنا أخيب وأسوأ شيء نجم نوصله. أثناء نتحدثوا في الانتخابات الرئاسية على 1700 ملاحظ من الداخل ومن الخارج، فلو كان نعملوا مقارنة بالانتخابات الرئاسية 2019 ولا 2014 كنا العشرات الآلاف، كنا 14000 ملاحظ مجتمع مدني بجميع الجمعيات اللي فيه. جمعية عتيد مثلا في 2014 شاركنا بتقريبا 4000 ملاحظ، 2019 تقريبا 2500 ولا 2600 ملاحظ. فالمناخ العام غير مشجع للعمل في المجتمع المدني، المناخ العام خلى انه عديد التغييرات حتى في تعامل الدولة، السلطة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان ثم نوع من التشاور، نوع من التشاركية، نوع من يعني العمل المشترك، ولو انه فيه كان معناتها برشا تجاذب وضغط من المجتمع المدني باش نخليه المسارات تمشي نحو تنقيحات مثلا قانون انتخابي او مسار انتخابي يبقى على الاقل الاقرب ما يكون من المعايير الفضله للعمليه الانتخابيه، هذا المناخ كله ما عادش موجود. اليوم ما عادش تم تشاور، ما عادش تم تفاعل، اليوم نشوفه في القوانين يعني او مراسيم تهبط مباشره ما غير ما ثم حتى حوار حولها مسبق. بالنسبة للانتخابات الرئاسية ثم ملحوظات هامة. الملحوظة الأولى أنه نسبة الإقبال شهدت تراجع بالمقارنة بالدور الأول في 2019 و 2014، والتراجع هذا تقريبا خلينا من نسب ما ندخلوش في 9 ملايين و 7 ملايين وسجل الانتخابي، تقريبا ثم 600 ألف ولا 500 ألف مواطن ممشيوش مقارنة بال 2019 ولا 2014، واللي هو يمثل تقريبا 18 أو 20% من الكتلة، وهي تعتبر كتلة هامة وجدا. ثم شفنا أنه نسبة مشاركة الشباب كانت تقريبا 6%، واللي هي نسبة ضعيفة وضعيفة، وتأكد مرة أخرى فشل كل يعني الفترة هذه إلى حد 2014 في استقطاب الشباب وفي إدخاله في للمشاركة في الشأن العام بصفة عامة، وهذا مؤسف جدا. علاش؟ خاطر هذا هو المستقبل. إذا اليوم شبابنا من 18 إلى 35 سنة نسبة 94% منه غير مهتمة بالشأن العام، وإلا مقاطعة، وإلا عاصفة، وإلا أي تسمية من التسميات اللي تحب تسميها، فهذا خطر على الديمقراطية وعلى المسار الديمقراطي. ثم نرجع الديمقراطية والمسار الديمقراطي للأسف مرة أخرى حملوها ما لا تحتمل، يعني رجعوها هي السبب في الفشل الاقتصادي والفشل السياسي والفشل الاجتماعي، بينما هي كيف نرجع حتى المفهوم شنو هو الديمقراطية ولا شنو هي الانتخابات، ما هي إلا وسيلة، وسيلة باش نحتكموا لها في تنظيم الحكم، باش نعملوا الانتخابات، باش نعملوا انتقال من طرف إلى طرف أو من مرحلة إلى مرحلة أو حتى لنفس الشخص من 5 سنوات إلى 5 سنوات بصفة سلمية. وأهم شيء في الانتخابات أنها تكون نزيهة شفافة وديمقراطية وحرة. لويش؟
لأنه الأربع معايير هذوما يعطيك أريحية لمن فاز بالانتخابات بعد الانتخابات، ما نبقاوش في حالة التشنج والجدل والخلاف. احتكمنا إلى منظومة عادلة اللي هي الانتخابات، هذا هو المفترض، فأعطتنا فائز أو مجلس منتخب أو رئيس أو مهما يكون فاز هو بالانتخابات وخذا تصويت الناس وثقة الناس، فالناس كل مفترض ترتضي النتيجة هذيكية ونمشيوا نوع من الاستقرار والسلام المجتمعي. في غير ذلك مش نلقاو، مش نلقاو لقدر الله نفس الجدل المتواصل، نفس التشنج متواصل، نفس الاتهامات المتبادلة متواصل، وهذه بطبيعة ما يخدمش أي منظومة متحكم.